بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا في درسين سابقين، الدرس الأول كنا تكلمنا فيه عن العدة وأحكام العدة، أنواع العدة وحكم العدة، وذكرنا أنه كل نوع تفريق بين الزوجين إله، أو كل حالة تفريق بين الزوجين سواء كان بالطلاق أو بالفسخ أو بالوفاة على المرأة تكون فيها عدة، إلا إذا طلقت قبل الدخول، إذا طلقت قبل الدخول. وذكرنا كمان عن الطلاق، وذكرنا أنواع التفريق بين الزوجين، قلنا أنواع التفريق بين الزوجين له التفريق الأول بالإرادة، والنوع الثاني التفريق بحكم القاضي بالإرادة، مثل الطلاق، مثل الخلع بحكم القاضي، مثل الشقاق والنزاع وغيره من الأنواع اللي راح تيجي معنا إن شاء الله بإذنه تعالى. وذكرنا أنواع الطلاق اللي هو الطلاق الرجعي، والطلاق البائن بين النصارى، والطلاق البائن بين الكبرى. وبتوقع أشرنا إلى سؤال يعني إجا في السنوات السابقة، أذكر نوع التفريق في كل مسألة من المسائل الآتية. كلمة نوع التفريق وليس نوع الطلاق، إذا قال نوع التفريق معناته المطلوب في هذه المسألة أن أكتب هذا التفريق بالإرادة أو أكتب هذا التفريق بحكم القاضي حسب المسألة، لكن لو ذكر أذكر نوع الطلاق في كل مسألة من المسائل الآتية مطلوب مني أن أكتب الآن طلاق رجعي، أو أكتب طلاق بائن بين الصغرى، أو أكتب طلاق بائن بين الكبرى حسب وضع المسألة ومفهوم هذه المسألة. وذكرنا إذا بتذكروا حكم الطلاق، حكم الطلاق إيش قلنا عنه؟ قلنا حكم الطلاق فيه له مباح إذا توفرت أسباب ودواعيه، وبكون حرام إذا كان بغير سبب وسمي في التشريع الطلاق التعسفي. بدنا نوقف اليوم مع الخلع. الخلع هو واحد من الأمثلة اللي بتكون على التفريق بالإرادة. الخلع، الخلع هو عكس الطلاق. الطلاق ينشئه الرجل، بينما الخلع تنشئه من؟ المرأة. المرأة هي التي تخلع زوجها وتنهي الحياة الزوجية ما بينها وبين زوجها. إذا لو بدنا نتكلم عن مفهوم الخلع، قلنا لازم نفهم وفهم ونحفظه على حسب فهمنا، منقول له مفارقة الزوج زوجته مقابل عوض مالي تدفعه الزوجة لزوجها. مفارقة الزوج زوجته مقابل عوض مالي أو مقابل عوض تدفعه الزوجة لزوجها. قلنا بالطلاق حل رباط الزوجية بكلمة تفيد مثل الطلاق. هون ممكن نقول كمان بالخلع، نقول حل رباط الزوجية مقابل مال أو مقابل عوض تدفعه الزوجة لزوجها. لو تكلمنا بهذه الطريقة بيكون تعريف صحيح 100% إن شاء الله بإذن تعالى. طيب هذا مفهوم الخلع، إيش صورته الخلع؟ يعني كيف بصير بالضبط؟ بصير الخلع صورته إنه تتفق المرأة مع زوجها على المفارقة مقابل مبلغ من المال أو التنازل عن حقوقها كالمهر. ها؟ اتفاق مع زوجها انه يتفارقوا مقابل مال او مقابل تتنازل عن حقوقها، تتنازل عن المهر اللي هو المهر سواء كان المقدم او المعجل، او تتنازل عن جزء من المهر حسب ما تتفق هي وزوجها، وذلك تعويض للزوج عما يلحقه من الضرر. هذا في حال انهم خافوا الا يقيم حدود الله، سنوضح شو الخوف في قضيه الا يقيم حدود الله. الآن بدنا نتكلم، ما دام هاي صورة الخلع، بدنا نتكلم عن حكم الخلع. احنا قلنا حكم الطلاق، ذكرنا حكم الطلاق اولا، قلنا حكم الطلاق مباح، ثانيا حرام. هون انقلبت، قلنا اولا حرام وثانيا مباح. قلنا حرام لانه الاصل اصلا في المفارقة بين الزوجين هو الزوج وليس الزوجة، فلذلك بالغالب بكون الخلع محرم، بالغالب بكون الخلع محرم. طيب الآن متى بكون الخلع حرام، متى بكون الخلع مباح؟ مثل ما تكلمنا بالطلاق، قلنا بكون الطلاق حرام إذا لم يكن بسبب موجب للطلاق. وهون منقول كمان إنه الخلع بكون حرام إذا كان من غير سبب موجب للخلع، أو من غير سبب مشروع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، يعني من غير ما سبب، فحرام عليها رائحة الجنة. وهذا يبين أنه عندنا إيه؟ حرام.
بكون مباح إذا كان في أسباب، إذا توفرت أسباب مشروعة للخلع من اتجاه الزوجة وأردت أن تخلع زوجها فهو مباح لها. بعض هذه الأسباب منها مثلا عندنا ثلاث أسباب هو الموجود في الكتاب، إنه السبب الأول بسبب خوفهما من عدم وفائهما بما عليهما من واجبات. خايفة المرأة، خايفة تقوم، المرأة خايفة إنها تقصر في حق زوجها، بالتالي الرجل بصير عنده أيضا خوف ردة فعل إنه مثلا مد إيده على زوجته إنه يضربها إنه يعاقبها، فهنا بصير فيه ظلم. فإن خفتم ألا، فإن خاف ألا يقيم حدود الله، ألا يقيم حدود الله، لأنه بصير فيه عسف، خاصة إذا الإنسان ترك محكمة لنفسه إنه هو بقضي لنفسه، بقول والله حقي وببلش ينفذ، والمرأة بتقول حقي وبتبلش تنفذ، هنا يقع الظلم. لذلك إذا خاف، إذا خافت المرأة أنها ما توفي بحق زوجها وخاف الزوج أنه يصير عنده ردة فعل، هو أنا بصير هذا سبب من أسباب الخلع. الثاني أنه لم تستطع المرأة العيش مع زوجها وكانت شديدة الكره له، مش قادر تعيش معه لأنها بتكرهه، مش قادر تحبه، مش قادر تقتنع فيه. المحبة هذه قلبية، النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرواح الجنود المجندة ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. لذلك في بعض الأحيان بصير في فترة الخطوبة تنافر ما بين المخطوب ومخطوبته وأهل الزوج، والزوج بيقولوا خليهم بعد الزواج إن شاء الله بتستقر حياتهم، بعد الدخول بتستقر حياتهم، وهذا حقيقة الأمر خطأ. إذا ما عالجنا المشكلة مبكرا فإنه ما بعد تتسع المشكلة وسيحصل في الغالب التفرقة ما بين الزوجين سواء كان بالطلاق أو كان بالخلع. فالمفروض أنه نعالج هذه القضية. فلذلك ربما المرأة أنها تكره زوجها، خلص ما عاد أنها تحب زوجها، خرج من قلبها، فهنا هذا أيضا سبب من الأسباب المبيحة، سبب من الأسباب المبيحة، كيف بتتبقى معها أصلا وهي ما بتحبه. أيضا من الأسباب أنه عندما تتضرر المرأة من استمرار الحياة الزوجية، والزوج لا يريد الطلاق، متضرر المرأة متضررة من هذه الحياة الزوجية، بتقول له طلقني، بقول ما بدي أطلق، بترجع هي أنها بتخلع زوجها، بتخلع زوجها وبتنهي هذه القضية. إذا ها عندي ثلاث أسباب، السبب الأول أنه خوف الزوجين من عدم وفائهما بما عليهما من واجبات، الأمر الثاني أنه لم تستطع الزوجة العيش مع زوجها وكانت شديدة الكره له، الأمر الثالث عندما تتضرر المرأة من استمرار الحياة الزوجية والزوج يأبى أن يطلق. يقول الله سبحانه وتعالى عن مشروعية الخلع، مشروعية الخلع ثابتة بالقرآن وبالسنة. يقول سبحانه وتعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا سواء كان من المهر أو من غيره، إلا هذا استثناء الخلع، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني تفتد المرأة نفسها، الخلع من أسمائه الافتداء، إنها تتنازل عن مهرها، ترجع المهر المقدم اللي أخذته، تتنازل عن المؤجل، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذن هون إذا أنهم خافوا ألا يقيم حدود الله، قلنا الخوف إن المرأة بتخاف من التقصير والرجل بخاف إنه يمد إيده أو إنه يظلم المرأة بسبب تقصيرها في حقه، فهنا شرع الخلع هذا في القرآن الكريم. أما في السنة النبوية فالقصة ظاهرة بشكل واضح جدا، وبتبين لنا سبب من أسباب المبيحة للخلع، وهي امرأة ثابتة بن قيس. امرأة ثابتة بن قيس صحابية جليلة، وثابتة بن قيس صحابي جليل، وجاءت امرأة ثابتة بن قيس تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، ترفع شكوها إليه، تقول يا رسول الله إن ثابت ابن قيس رجل لا أعتب عليه، يعني لا أعيب عليه في خلق ولا في دين، يعني مكتمل الرجل، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، الدين كامل مكتمل الدين عنده مرضي، وكذلك الخلق عنده مرضي. يا رسول الله ثابت بن قيس رجل لا أعيب عليه بخلق ولا دين، ما في. طيب إيش العلة؟ قالت ولكني يا رسول الله أكره الكفر في الإسلام، ولكني يا رسول الله أكره الكفر في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة
بعد ما عرف إيش المهر اللي أخذته، أتردين عليه حديقته؟ البستان هذه قطعة الأرض المزروعة، بترديها عليه اللي أعطاك إياها مهر؟ كان مهرها مزرعة أو بستان. فقالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يوجه الكلام لثابت بن قيس، يا ثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. ما ناقشها النبي صلى الله عليه وسلم نهائيا، ولا قال لها حرام، ولا قال لها ما هذا الكلام اللي تتكلمي، مما يدل على إباحة هذا الخلع. وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لها طلب القضاء الطلاق مقابل أنها ترد لزوجها هذه الحديقة، لأنها هي اللي بدها تفترق عنه. طيب إيش معنى ولكني يا رسول الله أكره الكفر في الإسلام؟ أكره الكفر في الإسلام معنى يا رسول الله أني أكره أني ما أستطيع أوفي بحق زوجي. معنى الكفر هنا، الكفر هذا معنى أنه ما توفي بحق زوجها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال مثلا في حديث من أحاديث لما وعظ النساء في مرة من المرات، يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت إحداهن، يا رسول الله وما بالنا أكثر أهل النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم، تكثرن اللعن وتكفرن العشير. العشير اللي هو الزوج، تكفرن العشير. يا رسول الله كيف نكفر العشير؟ فقال، يحسن الرجل إلى إحداكن الدهر كله، السنة كلها كله إحسان وكله أخلاق طيبة، فإذا أساء مرة قالت إحداكن ما رأيت منك خيرا قط. فلذلك هنا المرأة الثابت بن قيس قالت، يا رسول الله ولكني أكره الكفر في الإسلام. أخلاقه ممتازة، دينه ممتاز، لكني بكره الكفر في الإسلام. يا رسول الله أنا بكرهه، هذا المقصود، إني بكرهه ومش قادر أقوم بحقوقه، أخاف إنه كرهي إله وعدم محبتي له إنه يؤدي إني أقصر في حقه، وبذلك يكون عندي كفر في الإسلام وذنوب وآثام وكذا. فيا رسول الله أريد أن أتخلص من ثابت بن قيس. فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على الشرط المذكور الذي ذكرنا، أنه ترد يرد المهر. الآن بعد ما عرفنا أنه الخلع مشروعية، مشروع أو مباح في القرآن وفي السنة النبوية، بدنا نعرف إيه الآن أنواع الخلع. أنواع الخلع نوعين عندنا. النوع الأول رضائي، والنوع الثاني قضائي. هذول أنواع من حيث إيش؟ من حيث الأثر. طب أنواع هنا من حيث الحكم، أنواع الخلع من حيث الحكم، أنواع الخلع من حيث الأثر. واحد خلع رضائي، اثنين خلع قضائي. الخلع الرضائي اللي حكيناه في صورته الأولى، إنه بتتفق المرأة مع زوجها على المفارقة بينهما، على أن ترد له مبلغا من المال يكون، أو التنازل عن المهر يكون في حدود المهر أو أكثر أو أقل حسب الاتفاق اللي بيجري بينهم، سواء هم اتفقوا على المهر أو أكثر من المهر أو على أقل من المهر أنها ترده لزوجها. طيب إذا هذا هو الخلع الرضائي. الخلع القضائي، إنها المرأة بتطلب من زوجها إنه يطلقها وخلص وتنهي هذا الخلع، أنها تطلب من المرأة من زوجها إنه يطلقها، وبتقول له أنا برجع لك كل شيء، خلص أنا ما بدي يعني أي شيء أنا أخذته منك أنا برجع لك إياه. فيأبى الزوج هذا الطلاق، يأبى يقول أنا برفض. فالآن أجاز قانون الأحوال الشخصية الأردني للمرأة إنها تفتدي من زوجها وتخلع زوجها في حال لم يرضى ذلك، فترفع للمحاكم الشرعية إنه في مشاكل مستحكمة وأنا متضررة وما بستطيع إني أكمل معاه، والحياة الزوجية تصبح تبقى على، إذا بقيت على هذا الحال تكون تعيسة. فحينها المحكمة مباشرة بتسعى، أول خطوة إنها المحكمة الشرعية، القاضي الشرعي بسعى للإصلاح بينهم. يا جماعة الخير اصلحوا، بسأل المرأة والرجل إذا كان منه الأسباب، بتكلم معاهم، بيحاول يقرب وجهات النظر. إذا ما حصل بينهم الصلح بقول لهم القاضي روح يعني لمدة شهر إنه بمهلهم لعلهم إنهم يصلحوا بين بعضهم البعض. فإذا بعد شهر رجعوا للمحكمة وما كان في صلح بينهم، القاضي الآن بحكم بالفسخ
بقول الزوج بقول ما بدي اطلق، بقول القاضي انت تطلق، انت حر، خلاص هذا الزوج مش لك، هذا الزوج مش لك، فبفسخ بينهم القاضي، بفسخ بينهم القاضي. شفت الفرق ما بين الطلاق والفسخ؟ الطلاق الرجل بقول طالق، ذاك بالخلع الرضائي، بالخلع الرضائي بتتفق معاه وهو بوافق، وبقول لها خلص انت طالق، وبتتنازل هي مقابل الابرام، مقابل الافتداء، بتتنازل عن المهر كله. هون قضائي ما برضى، بيجي القاضي بوقع ايه؟ بوقع الفسخ، وبحل رباط الزوجيه ما بينهم، فالقاضي بينوب عن الزوجه، بينوب عن الزوجه، وبقول خلص كل واحد بطريقه بعد. طبعا هذا كله بعد انها ما تعيد الزوجه بالخلع القضائي ايضا، بعد ما تعيد الزوجه ما قبضته من المهر، وما اخذته من هدايا، وما انفقه الزوج من اجل الزواج. ما اخذت من هدايا، يعني جاب لها هديه، سوار الذهب، جاب لها مثلا سياره، جاب لها شيء، هذا بدها ترده له. وكذلك وما انفقه الزوج من اجل الزواج، اللي هي مصاريف مصاريف الزواج، وليس المقصود بها اللي هي النفقه اللي كان ينفقها وياكلوا مع بعض ثم يشربوا، هذا مش مقصود في قضيه الارجاع مطلقا. طيب بدنا نركز في قضيه مهمه، انه الايام او ما ذكر من شهور هذا بدنا نحفظه كويس. يعني القاضي هون لو جاب لنا مثلا بالخلع القضائي، القاضي يمهل الزوجين بالخلع القضائي في حال لم يتم الاصلاح بينهما، لاجل ان يصطلحا مع بعضهم البعض لمده اسبوع، اسبوعين، شهر، شهرين، فبتكون عندي شهر لازم اركز على مثل هذه القضيه. طيب بدنا، هذا بالنسبه لانواع الخلع، ذكرنا كيف صورهم بالضبط ايش بتصير. ممكن نقول ايش موقف قانون الاحوال الشخصيه في حال لم يحصل خلع رضائي بين الزوجين، رفعت الزوجه قضيه عند القاضي. بنتكلم انه القاضي بيسعى بينهم بالاصلاح، طبعا بعد ما تثبت هي انه الحياه الزوجيه مش مستمره بينهم، بيسعى القاضي بالاصلاح، بعدين بمهلهم شهر، بعدين اذا بعد شهر ما اصطلحوا، الان بصدر القاضي الفسخ بينهم. طيب شو نوع الطلاق اللي بيكون في الخلع؟ ايش نوع الطلاق اللي بيكون في الخلع؟ شفتوا كيف المسائل مرتبطه ببعضها البعض؟ مرتبطه. الان احنا بالخلع، هناك في انواع طلاق، في عند الطلاق رجعي، وباين بين الصغرى، باين بين الكبرى. ايش بكون نوعه هنا؟ بكون نوعه باين بينونه صغرى، باين بينونه صغرى، الطلاق يوقع، وهذا نوعه. طيب شو عدة المرأة؟ إلها عدة ولا ما إلها عدة؟ خلع أو خلع، تفرق بين الزوجين. الحالة الوحيدة اللي ما لهاش عندي إيش هي؟ الطلاق قبل الدخول. طب هذا إيش هو؟ هذا افتراق بين الزوجين ولا مش افتراق؟ افتراق بينهم، إذا في عدة. كم العدة بتكون في الخلع؟ حسب حال المرأة، إيش حالها؟ هل هذا الخلع كان قبل الدخول ولا بعد الدخول؟ قبل الدخول ما في عدة. طيب بعد الدخول كانت هذه حامل ولا غير حامل؟ إذا حامل وغير حامل، إذا غير حامل طيب بتحيض ولا ما بتحيض؟ إذا بتحيض ثلاث قروء، إذا ما بتحيض ثلاث شهور. طيب بدنا نعرف الآن قضية الحضانة والنفقة. لما نقول قضية الحضانة إيش المقصود فيها؟ الحضانة حضانة الأطفال، الأطفال شو مصيرهم؟ لمين بروحوا؟ النفقة على من تجب، نفقة من نفقة الأطفال على من تجب. بنقول الحضانة دائما كل الحالات التفريق بين الزوجين كلها بدون استثناء الحضانة للأم، الحضانة للأم، فترة الحضانة للأم، وليس للرجل حق في هذا، هذا حق الحضانة، حق الأم عفوا بالحضانة. ليش؟ لأنه هذا توافق مع فطرة الأم ومع شفقتها ومع قلبها الضعيف، وكذلك هي أكثر حنان وأكثر شفقة على ابنها، وراح تعطيه كامل العناية. طيب النفقة، نفقتهم مع أنهم عند أمهم تجب على الأب، يجب على الأب أن يدفع نفقة الأولاد، إذا ما دفع طبعا القاضي بيجبره، بكتب عليه انه يدفع مقدار شهري لهؤلاء الاولاد. طبعا الام بتاكل بعروه الاولاد، بتسكن برضه بعروه هؤلاء الاولاد اللي هم بتحضنهم. اذا حق الحضانه للام، وحق والنفقه تجب على الاب. طيب الاسلام اعطى صح للمراه حق الخلع، لكن ما ينبغي على المراه انها يعني دائما تكون متسرعه
في انه اذا صار مشكله بينهم والله بخلعك وكذا والى اخره، والرجل كمان ما لازم يتسرع يقول والله بطلق وما بطلق. لماذا؟ علل. لماذا يجب على المراه ان تصبر وان تتحمل؟ وذلك واحد، الامر الاول، السبب الاول لما له من اجر عظيم وثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والامر الثاني انه حفاظا على الاسره من ان تتهدم. الاسلام لما بنى الاسره بناها بميثاق غليظ، الميثاق الغليظ هذا الميثاق القوي ما ينبغي ان يهدم بكل سهوله. طيب خلينا نشوف الان اثار الخلع. اثار الخلع عندي ثلاث اثار ضروري نتعرف عليها. الاثر الاول انه الطلاق يقع بائن بينونة صغرى، هذا الاثر الاول. الاثر الثاني الحضانة للام والنفقة على الاب. الاثر الثالث، الاثر الثالث تعيد الزوجة لزوجها ما قبضته من المهر والهدايا والنفقة من أجل الزواج. هاي ثلاث آثار للخلع، ثلاث آثار للخلع ينبغي أنه نحفظها بشكل كويس. طيب الآن بعد ما تكلمنا عن هذا كله أنه الخلع حرام وأنه بكون مباح، حرام إذا كان بدون سبب، مباح إذا كان بسبب، والسبب مرات بكون من تجاه الزوج، ذكرنا من تجاه الزوج وهو ما بده يطلق، وهو ما بده يطلق من تجاهه، هو اللي مسبب المشاكل وما بده يطلق، وبالتالي راحت عملت رفعت خلعه مقابل الإبراء. بدنا نشوف الآن هذا الإبراء أو هذا الافتداء أو هذا المهر اللي باخذ الزوج اللي قبضته من بتتراجع والهدايا والنفقة ومن أجل، شو حكم أخذه؟ شو حكمه؟ الحكم في حكمين عندي. الحكم الأول إنه مباح، والحكم الثاني انه بكون حرام. متى بكون مباح ومتى بكون حرام؟ بكون مباح للزوج ان ياخذ الافتداء اذا لم يكن مقصرا في حق الزوجه وكانت هي السبب في الافتراق عن زوجها، انه هي السبب في انهاء الحياه الزوجيه وليس الرجل، الرجل مش مقصر. هذا بكون مباح انه ياخذ حقه لانه مش مقصر، لذلك بده ياخذ حقه. وبكون حرام انه ياخذ هذا المال وهذا الافتداء وهذا المهر وهذا القضايا كلها، بكون حرام ياخذه اذا كان هو سبب هذا الخلع، بكون مقصر بحق الزوجه وبضرب الزوجه وكذا والى اخره وما بده يطلق. فهون بقول لك لا، ما بدي اطلق، خليها تخلعني مشان اخذ المال انا وحوشه. اذا اخذته بالدنيا بالاخره راح تتحاسب عليه، راح تتحاسب عليه. فلذلك ينبغي أن تقوم الحياة ما بين الزوجين في حال الاجتماع وفي حال الافتراق على الفضل. الله سبحانه وتعالى قال ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. مش شطارة، بعض الناس بيقول لك والله يعني خليت تتنازل عن كل شيء، هذا مش شطارة، هذا مش شطارة. في يوم آخر، في يوم آخر نلتقي عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وهناك في محكمة إلهية عادلة، وبقتص الله عز وجل للمظلوم من الظالم. فإيانا أن نذهب إلى الله عز وجل وفي رقابنا مظالم. الله سبحانه وتعالى يقول وأن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. آتيتم إحداهن يعني المهر، قنطارا قنطار كم؟ يعني أنه إشي كثير، إشي كثير. الله بقول فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. حق المرأة، هذا الحق بروح إذا كان، إذا كان الرجل مش مقصر، برجع للرجل حقه. لكن هذا الحق بظل ثابت للمرأة إذا الرجل كان مقصر، هو سبب رغبة المرأة في إنهاء الحياة الزوجية. طيب خلينا نوقف مع بعض المسائل الموجود عندنا. في عندنا سؤال وزاري
السؤال بيقول: أخذ زوج فداء الخلع يعني المال من زوجته في حال نفورها منه لأنه يؤذيها رغم عدم تقصيرها في حقه. هي نفرت لأنه بيؤذيها بس مش مقصر، شو حكم أخذه؟ منقول غير صحيح، أو منقول لا يجوز، أو منقول حرام، أو منقول باطل. مش اتفقنا على أنه بدنا نعبر عن رأيه، عن رأينا في هذا؟ يعني ما نتكلم والله شو أكتب، بجوز ولا ما بجوز، ولا صحيح ولا لا، بنكتب اللي أنا بنظر إله موافق أو غير موافق، وكتبنا غير صحيح لأنه السبب في إنهاء العلاقة الزوجية. طيب مسألة ثانية برضو، سؤال وزاري جاء: طلبت المرأة الطلاق من زوجها من غير سبب، حرام لا يجوز. أيضا أخذ الزوج، مسألة أخرى، أخذ الزوج المال الفداء من زوجته في حالة رغبتها بالطلاق من غير ضرر ولا تقصير من الزوجة، الرجال مش ضار فيها ولا مقصر، وأخذ هذا الفداء مباح لأن التقصير من الزوجة نفسها وهي التي ترغب في إنهاء الحياة الزوجية. مثلا بقول هنا في إجا سؤال كمان: أذكر مثالا واحدا صحيحا على إباحة أخذ الزوج الفداء من زوجته. بنقول إذا كان في حال الخلع، إذا كان التقصير من المرأة وكانت هي عندها رغبة في إنهاء الحياة الزوجية والرجل مش مقصر وما في منه مضرة، إياكم أنه تكتب الخلع لحالها. أذكر مثالا واحدا صحيحا على إباحة أخذ الزوج الفداء من زوجته، بروح أكتب الخلع، خطأ خطأ، لأن الخلع مرات بكون عندي مباح ومرات بكون حرام أني أخذ. فلذلك بنقول مباح إذا كان الرجل مش مقصر ولا أنه ضار بي الزوجة وهي ترغب في إنهاء الحياة الزوجية. وفي عندنا كمان بعض المسائل الأخرى، بعض المسائل، خلينا نأخذ أكم مسألة لأنه رايح بإذن تعالى أجعل هيك حصة كاملة نستعرض فيها مسائل الدروس الفقهية في كتاب التربية الإسلامية. طيب مثلا نقول: طلبت امرأة من زوجها الخلع لأنه لا يعاملها بالمعروف، إيش حكم طلبها؟ صحيح لأنه لا يعاملها بالمعروف، لأنه هو السبب، لأن عنده تقصير وهو يضر بالمرأة. طيب بنقول مسألة ثانية: رفض رجل الإنفاق على أطفاله لأن زوجته خالعته. بنقول لا يجوز وهذا فعله لا يصح وهو حرام، يعني بقول واحد من هذول أو بقول باطل، لأن النفقة، نفقة الأولاد تجب على الرجل في كل حالة من حالات تفرق بين الزوجين. طيب مثلا بقول: رفضت الزوجة التي خالعت زوجها خلعا قضائيا العودة إليه علما أنه لم يسبق له أن طلقها، شو حكم رفضها؟ رفضها صحيح. ليش؟ لأنه نوع الطلاق إيش ماله؟ بائن بينونة صغرى، والبائن بينونة صغرى الآن لو بده يرجعها إله برجعها بعقد وبمهر جديدا وبرضاها. يعني ممكن تقول ما بدي، اذا كان هي رفضت العوده اليه خلص مش راضيه، اذا هذا حقها. طيب كمان مساله مثلا من مسائل الوزاره، او حكينا هذا سؤال الوزاره، بدنا نذكر: اذكر نوع الطلاق ومقدار العده ان وجدت لكل حاله من الحالات الاتيه. ممكن خالعت امراه مدخول بها ولا تحيض زوجها الذي لم يسبق له أن طلقها. أول شو نوع الطلاق؟ خالعت. شو نوع الطلاق؟ نوع الطلاق بائن بينونة صغرى، دائما بالخلع بائن بينونة صغرى، دائما بالخلع بائن بينونة صغرى، انتبهوا جيدا. تمام؟ إذا مباشرة إذا القضية فيها خلع بكتب إنه الطلاق بائن بينونة صغرى. طيب شو عدتها؟ خالعت امرأة مدخول بها ولا تحيض، اللي ما بتحيض كم عدتها؟ عدتها 3 شهور. طيب مسألة ثانية: خالعت امرأة مدخول بها وهي من ذوات الحيض زوجها الذي سبق له أن طلقها طلقة قبل الخلع، إيش بنسميه؟ بنسميه طلاق بائن بينونة صغرى، خلص خلع بائن بينونة صغرى. كم عدتها؟ وهي من ذوات الحيض، وهي من ذوات الحيض، إذا عدتها 3 طرق. طيب لو كانت مثلا حامل شو عدتها؟ أن تضع حملها. إذا هذه بعض المسائل المتعلقة بدرس الخلع، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه رضا، وأن
يجعلكم من المجتهدين والمتفوقين إن شاء الله في الدراسة، ويجعل ربنا عز وجل يرفع درجاتكم في الدنيا وفي الآخرة، ونجيب إن شاء الله معدلات في الدنيا ترفع روسنا، وكذلك إن شاء الله نكون في الآخرة في أعلى درجات الجنات مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، وكذلك مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.